عرضت مصر رؤيتها لسبل حل الأزمة السودانية، وذلك خلال مؤتمر باريس لدعم السودان ودول الجوار. ودعت مصر لإقامة مستودعات إغاثية قريبة من الحدود مع السودان للتدخل في حالة حدوث أزمات وإرسال فرق طبية للعمل بالمستشفيات السودانية وإمدادها بالأجهزة الطبية والأدوية وفرق طبية أخرى متنقلة في أنحاء السودان. وأوضحت وزارة الخارجية أن أهم الأهداف والمحددات المصرية لجهود حل الأزمة تشمل التنسيق والتكامل بين مبادرات ومسارات الوساطة المختلفة وتكثيف العمل على تحقيق وقف إطلاق النار مع بحث الصيغة المطلوبة والمسار الأمثل الذي يضمن سيادة ووحدة سلامة أراضي السودان ويحافظ على مؤسسات الدولة الشرعية من الانهيار.